نحو خطاب ديني يواكب المرحلة، شعار اجتمعت عليه قيادة السلطة المحلية بمديرية قعطبة ومكتب الأوقاف والإرشاد بالضالع، وأكدوا في لقاء موسع للخطباء والمرشدين والدعاة عن خطر المشروع الحوثي التدميري الرامي لإحراق المنطقة. الحاضرون في اللقاء أكدوا رفض اليمنيين لفكر الحوثي الدخيل الذي ابتليت به اليمن وتروج له فئة باغية ترى من نفسها صاحبة الحق الإلهي في حكم الشعب والتسيد عليه وعامة الناس عبيد وناقصين، كما أكدوا أنهم لن يسمحوا لهذه الميليشيات الكهنوتية أن تدخل أي منطقة في الضالع كونها تسعى لإهلاك الحرث والنسل وتشويه صورة الإسلام السمح. لا يتصور أحد أن هؤلاء البشر أو هؤلاء القوم إذا دخلوا سيأتوا لنا بالبرود كما يزعمون، إنما سيأتوا بالقتل والتدمير والتفجير والتهجير. وأول فئة مستهدفة كما تعلمون جميعا في كل المناطق هي هذه الشركة. العقيد فضل العقل قائد الشرطة العسكرية بمحافظة الضالع بدوره ألقى كلمة أكد فيها بأن هذه الميليشيات باتت تشكل خطرا كبير وتمس في العقيدة، فاليمنيون متعايشون منذ أكثر من 1400 سنة سني وزيدي وشافعي، لم يحدث أن تقاتلوا واختلفوا فيما بينهم، لكن الميليشيات التي تعمل وفق أجندات خارجية تسعى لنبش وإثارة الفتنة والخلافات والتفرقة والتمييز، الأمر الذي يستدعي الوقوف في وجهها صفا واحدا. إن هذا العدو يضر كافة الناس، وهو أنه يصيب العقيدة، يحارب عقيدة المسلمين جميعا. ما نعانيه اليوم أن هناك عدوا قادم ليكتف الجميع، فلن يستثني كما قال الأخ المدير، لن يستثني لا مؤتمري ولا إصلاحي ولا اشتراكي ولا منطقة على منطقة، إنما يحاول أن يأكل الثور الأبيض حتى يفرد بالثور الأسود. خطباء ومرشدي المديرية أكدوا الدعوة للنفير العام والتعبئة العامة ورفض الجبهات بالرجال والمال والسلاح، مؤكدين الاستعداد لدعم القوات الحكومية والمقاومة في جميع الجبهات، وسيكونون جنبا إلى جنب في الدفاع عن المديرية والمنطقة والبدء بتنفيذ حملات توعية لأبناء المديرية. الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا فرصة المؤمن فإنه يا رسول الله يوم من الأيام يختطف بالمدينة المنورة عمر الفاروق. وتستمر اللقاءات الداعية إلى توحيد الصف ونبذ المشروع الحوثي العنصري الساعي لتدمير اليمن بمشروعه الكهنوتي الرامي لإعادة البلد إلى ماضي التخلف والرجعية وإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، وأنى له ذلك بعد أن انكشفت حقيقته لليمن ولم تعد خافية على أحد.